مشاهدينا الكرام، نحييكم في كل مكان ونقدم لكم نشرة الأخبار نستهلها بأبرز العناوين. أمل القبيسي تؤكد على عمق العلاقات التاريخية والاقتصادية والثقافية بين الإمارات والصين. الحكومة الاتحادية تطلق سياسة العودة إلى المدارس مع بداية العام الدراسي الجديد. والتحالف العربي يستهدف قيادات حوثية بالحديدة. أهلا بكم. استقبل فخامة ألكسندر فوتشيتش رئيس جمهورية صربيا في مقر الحكومة بالعاصمة الصربية بلغراد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة والوفد المرافق. وفي بداية اللقاء نقل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان إلى رئيس جمهورية صربيا تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتمنياتهم لجمهورية صربيا وشعبها دوام الاستقرار والتقدم والازدهار. وأعرب سموه عن أمله في أن تسهم هذه الزيارة في تنمية وتعزيز علاقات الصداقة والتعاون المشترك والارتقاء بها إلى مستوى طموحات البلدين. تسلمت معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي دعوة رسمية لزيارة جمهورية الصين الشعبية على رأس وفد من المجلس من فخامة شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة. جاء ذلك خلال استقبال معاليها سعادة نيجيان سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة الذي سلمها الدعوة في مقر المجلس بأبو ظبي. وثمنت معالي الدكتورة أمل القبيسي دعوة فخامة رئيس جمهورية الصين الشعبية مؤكدة على أهمية العلاقات الثنائية بين الصين والإمارات العربية المتحدة التي تمتد بعلاقات تاريخية واقتصادية وثقافية وأنها دائمة التطور، وهذا يعكس مدى التنسيق المتبادل بين الجانبين في المحافل الإقليمية والدولية تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يخدم مصلحة البلدين. أطلقت الحكومة الاتحادية بمبادرة من البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة سياسة العودة إلى المدارس بهدف التيسير على الآباء والأمهات العاملين في الحكومة الاتحادية مع بداية العام الدراسي الجديد وتمكينهم من مرافقة أطفالهم إلى المدارس والحضانات في اليوم الدراسي الأول الذي يشكل أهمية كبرى في حياة الأسرة. وتأتي هذه السياسة التي سيتم تطبيقها سنويا مع بداية كل عام دراسي لتجسد محاور وأهداف البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة بالتركيز على تعزيز العلاقات الاجتماعية وتوطيدها في المجتمع، ما ينسجم مع توجهات القيادة الرشيدة للتيسير على أولياء الأمور والطلاب وتعزيز التلاحم الأسري. وقعت حكومة أم القوين مذكرة تفاهم مع جامعة الإمارات العربية المتحدة لتوفير المحتوى العلمي والعملي لبرنامج الشيخ سعود بن راشد المعلى للقيادات الحكومية الذي تم تطويره بين الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أم القوين وبرنامج قيادات حكومة الإمارات في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل في خطوة عملية لتنفيذ البرنامج التدريبي. وتهدف مذكرة التفاهم إلى تنمية الموارد البشرية وتأهيل الكوادر الوطنية بما يسهم في تحقيق الأهداف والرؤية الاستراتيجية لحكومة أم القوين. انطلقت اللقاءات التعريفية للطلبة الجدد بكليات التقنية العليا بفروعها 17 على مستوى الدولة تحت عنوان الملتقى، والتي تضمنت العديد من الفعاليات الجديدة والتفاعلية لتعريف الطلبة بالتخصصات والبرامج وبطبيعة الحياة الطلابية في الكليات، بمتابعة من سعادة الدكتور عبد اللطيف الشامسي الرئيس التنفيذي ومدير مجمع كليات التقنية العليا.
وأعرب سعادته عن تفاؤله لالتحاق نحو 5800 طالب وطالبة جدد بالكليات هذا العام، بزيادة قدرها 17% عن العام الأكاديمي السابق، مشيرا إلى أن ذلك يعكس السمعة الطيبة والتميز في التعليم التطبيقي الذي تتمتع به كليات التقنية العليا في المجتمع. اختارت دائرة الثقافة والسياحة بأبو ظبي الهند ضيف شرف الدورة 29 من معرض أبو ظبي الدولي للكتاب الذي يقام في الفترة من 24 ولغاية 30 من إبريل 2019 لتسليط الضوء على عراقة إرثها الغني والمتنوع وإنتاجها الثقافي والأدبي والتعريف بتراثها ومستوى نموه وأصالته الحضارية. وتشارك الهند في المعرض ببرنامج متنوع يتوقع أن يكون جاذبا ومميزا يتضمن العديد من الأنشطة والفعاليات على فترة أيام المعرض. احتفلت شرطة أبو ظبي بيوم المرأة الإماراتية تحت شعار المرأة على نهج زايد، تقديرا لعطائها المستمر وجهودها في بناء المجتمع ودعم تمكينها بجميع المجالات وفق رؤية القيادة الرشيدة التي وفرت الرعاية للقطاع النسائي. وقال اللواء سالم شاهين النعيمي مدير القطاع إن يوم المرأة الإماراتية يأتي تعبيرا صادقا واعترافا بدورها ومكانتها المتميزة في الوطن، كما أثنى على جهود المرأة في الإمارات باعتبارها شريكة في التنمية ومربية للأجيال وصانعة للإنجازات. وفي السياق ذاته هنأت الكيميائية موزة الشامسي الأمين العام المساعد لاتحاد الكيميائيين العرب رئيسة مجلس إدارة الجمعية الكيميائية الإماراتية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية وأمهات الوطن، وفي مقدمتهن أمهات الشهداء بمناسبة يوم المرأة الإماراتية. وعبرت الشامس عن شكرها وتقديرها وعضوات مجلس الإدارة والجمعية العمومية لشهادة التقدير التي تسلمتها الجمعية من لدن سموها للعمل التطوعي الكيميائي العلمي في دولة الإمارات، والذي توجت فيه الدولة برئاسة أكثر من دورة لاتحاد الكيميائيين العرب واستضافة عدد من مؤتمراته العربية والدولية. أكدت شركة أبو ظبي للخدمات العامة مساندة حرصها على الالتزام بمتطلبات الصحة والسلامة المهنية والجودة والارتقاء بأداء شركائها الاستراتيجيين من أجل العمل على تجسيد رؤية حكومة أبو ظبي نحو تحقيق التنمية المستدامة عبر تطبيق أعلى معايير الجودة في تنفيذ المشاريع وحماية البيئة وسلامة العاملين وتوفير أعلى معايير الصحة والسلامة المهنية. أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن بدء الاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد 2018-2019 من خلال توفير مؤسسة تاكسي دبي أسطول حافلات نقل مدرسي حديثة وذكية ومزودة بأفضل التقنيات، وعن فتح باب تسجيل الطلاب لخدمة النقل المدرسي بالمدارس المتعاقد معها، حيث بلغ عدد المستفيدين قرابة 8873 طالبا وطالبة يمثلون 17 مدرسة. دعا إكسبو 2020 دبي مصممي الأزياء في دولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في مسابقة لتصميم مجموعة أزياء رسمية لأكثر من 30,000 من المتطوعين والموظفين في إكسبو 2020 دبي. وسيرتدي الموظفون ومتطوعو إكسبو 2020 دبي الزي في كل يوم من الحدث الذي يستمر لمدة 6 أشهر. سيجسد الزي الرسمي للرجال والسيدات شعار تواصل العقول وصنع المستقبل، ويتوجب أن تتضمن التصاميم عناصر من ثقافة دولة الإمارات العربية المتحدة وأن تكون بسيطة وعملية ومناسبة للطقس ويمكن التعرف عليها بسهولة.
في الشأن اليمني، استهدفت قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية اجتماعا لقيادات حوثية في مديرية بيت لفقي بمحافظة الحديدة، كانت تخطط لعملية إرهابية ضد التحالف في محاولات يائسة من عناصرها المنهارة للتغطية على هزائمها المتلاحقة في جبهات القتال، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى في صفوف قيادات الميليشيات. قدمت دولة الإمارات محطة كهرباء للعاصمة اليمنية المؤقتة عدن بقدرة 120 ميجاوات وبتكلفة 100 مليون دولار لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين اليمنيين، وفي مقدمتها قطاع الطاقة. الزميل أيمن مصبح والتفاصيل في هذا التقرير. محطة تضم محركا يعد من أكبر مولدات الطاقة بالعالم بقدرة 120 ميجاوات وبتكلفة 100 مليون دولار، سيتم تركيبها في منطقة الحسوة وتشغيلها في أكتوبر المقبل. المحطة المقدمة من مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية جاءت بعدما رست سفينة إماراتية بوقت سابق اليوم في عدن تقل المحطة، وفي إطار الدعم الإماراتي المستمر للقطاعات الحيوية وفي مقدمتها الطاقة. وسيتم العمل على بناء خزانين للوقود بسعة 5000 متر مكعب للواحد، تكفي محطة الكهرباء لمدة 14 يوما من العمل المتواصل، حيث تعمل المحطة بالديزل والغاز. بهذه المناسبة طبعا 120 ميجا تقدم اليوم لكهرباء عدن، أعتقد أنها ستعمل نقلة نوعية في حل أهم مشكلة يعاني منها المواطنون في محافظة عدن والمحافظات المجاورة لها. هاي المحطة بتنقل نقلة نوعية للكهرباء في عدن، توفر لهم الكهرباء في الفترة القادمة، بتحل مشكلة المعاناة اللي يعانيها الشارع اليمني بخصوص موضوع الكهرباء خاصة عدن. المحطة المقدمة من مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية ستنهض بالبنية التحتية لمؤسسة الكهرباء بمحافظة عدن والمحافظات المجاورة، وستعمل على إنشاء وتأهيل العديد من المشاريع الحيوية التي تلبي احتياجات المواطنين اليمنيين في المحافظات والمدن اليمنية المحررة. أيمن مصبح، قناة الظفرة. والآن إلى إغلاقات أسواق المال الإماراتية في ختام تعاملات اليوم في أبوظبي ودبي. وهذه نظرة سريعة على درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في دولة الإمارات ليوم غد بحول الله تعالى. ختاما لهذه النشرة إعادة لعناوينها. أمل القبيسي تؤكد على عمق العلاقات التاريخية والاقتصادية والثقافية بين الإمارات والصين. الحكومة الاتحادية تطلق سياسة العودة إلى المدارس مع بداية العام الدراسي الجديد. والتحالف العربي يستهدف قيادات حوثية بالحديدة. نشرتنا انتهت، نشكركم على طيب المشاهدة والسلام عليكم.